اليوم غنخدمو داكوت الدوغي. انا ديجا خدمت الاولية، سهله بزاف. غنحتاجو هاد السلك ديال المعدن، انا غناخد هذا في الدوغي. كاينين الوان اخرين، كاين نقري وكاين في النحاسي، كاينين قياسات مختلفه. انا غنخدم بصفر فاصله 9، تقدروا تخدموا بصفر فاصله 7، صفر فاصله 8، صفر فاصله 9، حتى واحد. غنحتاجو هاد جوج ديال الحلق، غنحتاجو كريستالات اللي غنعمرو بهم. تقدروا تخدموا باللون اللي بغيتو، تقدروا تخدموا بلا بيرل اللي عندكم متوفر تخدموا به. لي بانس ديالنا، انا خديت هاد الشمعه باش نعطي لا فورم دائريه. خدوا اي حاجه عندكم. ناخذ القياس باش نقطع. نعوض بها لافون. فوالا، دابا نبداو نعمرو. انا التعمير يكون عندي عشوائي. تقدروا نتوما اذا بغيتوا تحترموا نفس الالوان اللي عندكم في الحلقة الاولى، تقدروا تعملوا في حالي. دونك ما نطولش عليكم، انا نعمر هذه كامله ونرجع نتلاقاو. فوالا، انا سالي التعمر. دابا نجي من هذا الجانب، نعوج هنا شويه. نجي من هنا، نعمل علامات استفهام ونشوت. ابري ندخل هادي، ندخلها هنا. نقص شويه منه. نفس الشيء هنا، نعمل علامه استفهام من هاد الجهة. ما نشد شي، ندخل هاد الحلق. عاد نشد كنعاود الشكل ديالي. الحلق ديالنا كيجي على هذا الشكل. دونك نتمنى يكون عجبوكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل.